إنجازات عربية متنوعة ما بين أرقام قياسية وميداليات تاريخية، وكلمة السر تكمن في التحدي. معنا في هذه الحلقة محمد المشايخي يهدي عمان أولى ميدالياتها البارالمبية، وفضية بنكهة الذهب للعراقي جراح نصار، ونتعرف على أبرز قضية غش رياضي في تاريخ البارالمبياد. أهلا بكم. المنافسات ما زالت مستمرة في بارالمبياد طوكيو. سلطنة عمان حصدت ميدالية تاريخية عبر اللاعب محمد المشايخي. للمزيد عن هذه الميدالية معنا من العاصمة اليابانية طوكيو الدكتور منصور بن سلطان التوقي، رئيس اللجنة البارالمبية العمانية. مبروك عليكم هذه الميدالية، كيف تم التخطيط لها؟ الله يبارك فيك. يعني التخطيط كان لسنوات عديدة، من 2019 بدينا، وبعدين صارت الجائحة في 2020، ومن ثم عدنا الخطط كلها واستمرينا في 2020 تدريبات مكثفة منزلية ومعسكرات خارجية لغاية ما وصلنا لهذه النقطة، وتكللت الجهود بالفوز الحمد لله. هل كنتم متوقعين هذه الميدالية قبل السفر إلى طوكيو؟ نعم أكيد، لأنه ألعاب القوى هي لعبة أرقام، فمحمد المشايخي من اللاعبين الواعدين جدا، هو بطل آسيا في الدورة الآسيوية وهو كان عنده الرقم الآسيوي، فبالتالي فاز في العديد من البطولات، أيضا في بطولة العالم في لندن 2017 أخذ المركز الثاني، فكنا متوقعين له أنه فعلا يكون له حظوظ في هذه الدورة. اللاعبون الذين سافروا لطوكيو كان عددهم 3 لاعبين، هل هناك أي خطة لمزيد من اللاعبين في باريس 2024؟ وماذا عن خطة اللجنة البارالمبية العمانية؟ نعم، طبعا اللاعبين هم 3 اللي تأهلوا إلى المشاركة بنظام الكوتا اللي تفرضها علينا اللجنة البارالمبية الدولية، ولكن في عمان عندنا لاعبين كثار، يعني تقريبا ما يقارب 3 لاعبين، 30 لاعب في ألعاب القوى، فعندنا خطط لتطوير اللعبة على مستوى السلطنة ككل، ومشاركاتنا متفاوتة ومتعددة. عندنا الألعاب الأسيوية للشباب في شهر 12 في البحرين، بيشارك فيها فئة من الشباب، فنحن منظومة مستمرة واستراتيجية مستمرة لتطوير الشباب. دكتور منصور بن سلطان التوقي، رئيس اللجنة البارالمبية العمانية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة اليابانية طوكيو، ومرة ثانية مبروك عليكم هذه الميدالية. ومعنا من العاصمة اليابانية طوكيو أيضا سونيا مصطفى، مدربة الرمي للمنتخب العماني والمدير الفني. نرحب بك كابتن سونيا. دكتور سلطان تحدث عن المجهودات التي قمتم بها، كيف كانت الصعوبات خلال فترة الإعداد؟ بخصوص الصعوبات، أكيد كثيرة، وخاصة في زمن الكورونا، ظروف أحيانا الغلق لفترة للملاعب للجيم، لكن ولله الحمد استمرينا في معسكر طويل، أكيد مش من معسكر واحد، لكن هو اللي صار فيه التطور بنسبة 70% لقدرات اللاعب الفنية. وكيف يختلف المشايخي عن غيره من اللاعبين؟ أهم شيء الانضباط، عنده إرادة كبيرة كبيرة، وغير كذا يعني، وغير هيك عنده إصرار.
سونيا مصطفى مدربة الرمي للمنتخب العماني والمديرة الفنية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة اليابانية طوكيو. قصص الرياضيين البارالمبيين تلهم الجميع، ومن بينها قصة العراقي جراح نصار الذي أهدى العراق ميداليته الفضية في منافسات دفع الجلة. المزيد في هذا التقرير. أنا قصة ملهمة، أنا كنت أبيع خضرة يعني بالعشوائيات، يعني حتى بكان ما عندي، فأجلس يعني صديقنا من ذوي الاحتياجات الخاصة قال لي كابتن أق رياضة وصير بطل أولمبي. الحمد لله قدرت أن أشترك بالمنتخب الوطني، صرت رياضة معروف، شكرا لله. تدرين بسبب جائحة كورونا قضاء يعني مع المدرب مازن حسين قدرت أتمرن بالبيت عن طريق الواتساب، وإن شاء الله نتأمل من هاي الحكومة إن شاء الله خير، إنما وعدونا بالخير رئاسة الوزراء وزير الشباب والرياضة اللجنة البارالمبية دعمتنا بالمعسكرات، وإن شاء الله إحنا نتأمل خير من الناس الطيبة إن شاء الله. المنافسات العربية لم تنتهي بعد، فما زال الأبطال العرب يواصلون حصد الميداليات. للمزيد أرحب بعمرو فكري الصحفي الرياضي في بي بي سي. إنجازات وميداليات للعرب جديدة. كما حصل العراقي جراح نصار على ميدالية في دفع الجلة، كانت تونسية روعة ليلي قد حصلت على ميدالية في دفع الجلة، الميدالية الذهبية، وهي أسطورة معتادة على حصد الذهب في الجلة والقرص، وهو ما حققته بالفعل في اليومين الأخيرين. حصلت على ميدالية ذهبية في رمي القرص في منافسة كانت عربية خالصة، آلت فيها الميداليتان الفضية والبرونزية إلى اللاعبتين المغربيتين يسرى كريم وحياة الكرعة. في منافسات رمي دفع الجلة أيضا حصلت على الميدالية الذهبية، ولكن في تصنيف آخر اللاعبة الجزائرية صفية جلال، الجزائر أضافت ميدالية ذهبية أخرى في 400 متر عن طريق اسكندر جميل عثماني صاحب فضية 100 متر. والميدالية الفضية في هذا السباق حصل عليه محمد أمجون المغربي الذي حصل في نفس السباق على ميدالية ذهبية في ريو دي جانيرو والبرونزية في لندن. عبد السلام الحيلي المغربي حصل على الميدالية الذهبية في منافسات 400 متر كذلك، ولكن في تصنيف آخر في منافسة حصل فيها على البرونزية لاعب تونسي وهو رؤى شبابلي، وأخيرا ميدالية برونزية كانت للسعودية، كانت ميدالية أولى عن طريق عبد الرحمن القرشي، حصل على ميدالية برونزية للسعودية التي تتساوى كذلك مع عمان والإمارات بميدالية برونزية لكل منهم. بالطبع كما ذكرنا أمران بارزان، الأول هو حصول رؤى روعة الليلي على ميدالية ذهبية في منافسة كانت عربية خالصة، والأمر الآخر هو ميداليتان ذهبيتان للعرب في أربعة. صحيح، لكن أحد التصنيفات العشر لدى اللاعبين البارالمبيين تصنيف الإعاقة الذهنية، وفيها لا يشارك الكثير من العرب. صحيح، لا يشارك الكثير من الرياضيين البارالمبيين في العالم كله، لأن العدد تنقص بصورة ملحوظة من 33 منافسة مختلفة إلى 14 تنافسية أو 14 تنافس مختلف في كل الألعاب البارالمبية في البارالمبياد، وبالتالي المشاركة العربية شبه معدومة في منافسات الإعاقات الذهنية. ما هو السبب إذن وراء تقليل المشاركة حول العالم بالنسبة للإعاقة الذهنية؟ نتابع في هذا التقرير. Being able to compete at the Paralympics was the dream, but I missed out on competing at the Paralympics at my prime career. I was actually banned from competing.
My name is Daniel Pepper. I'm a former Paralympic swimmer, and now I spend a lot of time coaching. I first realised I had a love for swimming because all of a sudden, where I've been the worst at everything in class, would go for swim lessons, and all of a sudden I was the best, and felt like a bit like self-worth. I remember watching the Olympics and Paralympics growing up, and just thinking, I just want to compete there. At the 2000 Sydney Paralympic Games, the Spanish basketball team got found to be cheating. Out of the 12 players, there was only two that were legitimately disabled. This led to a complete ban of people with their intellectual learning difficulty for the next 9 years. And these other 10, they just ruined so many athletes' careers, and I never know why. The fake Paralympians were first exposed nationally in Spain by a journalist, Antonio Garcia San Martin. I'm meeting him at his home just outside Madrid to find out how he uncovered the truth about the team. Back in those days, I was covering all related to basketball in Alcalá de Henares area. It was a photograph published on a very well-known sports paper from Madrid. It became crystal clear that most of the players weren't disabled, because we knew personally several of them. We knew that the team was a complete fake. It took advantage of the situation to travel, to compete, and obviously, as a journalist, I told the story to my director and start working on it. Every newspaper, every TV channel started to talk about the scandal. The intellectual disability category was banned from the next two Paralympic Games. This meant that athletes with an intellectual disability, like me, couldn't compete. The category was reintroduced for the London 2012 Paralympics, where I competed at these games. It was bittersweet in lots of ways, because you're thinking, I'm racing here when I'm not at my prime. You never know, but maybe I would have won medals at the other games. Not all the events I could have competed in were reintroduced at London 2012. There were only 14 gold medals up for grabs for all intellectual disability athletes. That compares with 33 at Sydney 2000. Even at the Tokyo Games, there aren't as many medals in my category as there were 21 years ago, and still no basketball. إيقاف وعودة، ولكن هذه العودة ليست كما كانت من قبل. بالطبع، في ذلك ظلم شديد بالنسبة للعديد من اللاعبين الذين يتمنون حتى أن يشاركوا. لن ينافسوا على كل الميداليات، لن يشارك كل اللاعبين في المنافسة على ميداليات ذهبية، ولكن على الأقل حرمان هؤلاء اللاعبين من المشاركة البارالمبية هو ظلم شديد لهم بسبب واقعة حدثت قبل أكثر من 20 عاما. صحيح، تحدثت العودة الآن إلى الألعاب البارالمبية، ولكن الكثير من المنافسات لم تعد، ومنها بالطبع كرة السلة، وأعتقد أن ذلك الأمر سيتغير طبعا في الدورات المقبلة. عمرو فكري، الصحفي الرياضي في BBC، شكرا جزيلا لك. منافسات الريش الطائرة البارالمبية انطلقت، وفيها تطمح الهندية بالا كوهلي أن تكون أول رياضية في تاريخ بلادها تحرز ميدالية بعد أن تأهلت في 3 فئات. المزيد عن لاعبة الريش الطائرة الوحيدة في بعثتها في هذا التقرير. I have transformed my disability into a super ability. Even if the world says that it's not possible, but you have to say it's possible, and I'll show that. Anybody who sees me for very first time always ask me ki, what has happened to your hand. I used to say by birth. When I was a child, I didn't even knew what is the meaning of the word by birth. But I knew that I have to say this word.
I never thought of taking any sports professionally. Whenever I stepped into any kind of sport, everywhere I used to hear that it's not a cup of my tea. It's rising from nowhere and to coming up into top six and qualifying for Paralympics is something that was a long struggle, I would say as well. Sir told me to just make a note on one side, the positive things that you have in your life, and write down one side, the negative things you have in your life. When I wrote it down, the negative parts, there were just 2-3 points, and that all 3 points were temporary. Everyone says, look, she's Palak Kohli's mother. This is the happiest moment of my life. As a mother, when I hear my daughter's name, I feel so proud. The turnout that has happened in my life, I think that turnout can happen with anybody. There are a lot of opportunities in our way. We just need to be positive in order to grab those opportunities. That will take you to great heights. الفرص إذن متاحة للجميع واغتنامها يتمثل في الإيجابية كما قالت بالك كوهلي. ختام هذه الحلقة من طوكيو راوند أب، وإليكم تحيات فريق العمل وتحياتي ريهام الدين. إلى اللقاء.